يستنشقوا واحد الغبره تتباع في الساشيات شغل جو. كليتو ومرضت ديت دخت وقعد نتقيها. كاين واحد صاحبنا داو السبيطار على جال هذه. ظاهرة تعاطي تلاميذ المؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن لمسحوق مخصص لصنع العصير، والتي سبق لقناة البلاد وأن تطرقت إليها، خاصة بعد انتشارها الرهيب وسط الأطفال الذين أصبحوا يستهلكون هذا المسحوق كمخدر. تقرير قناة البلاد كان له الفضل في فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن حول خطورة هذه المادة من عدمها. مسحوق العصير هذاك يثقبوه يديروا السيلو وما ديت كيفو مسحوق العصير هذا راه اللي زيد في كاع رامي يتبعوه يتناولوه، وراه دوك خرج طريقه جديده راه يديروا في عبوبات ويجبدوها كشغل يتكيفوه. مسحوق العصير هذا يضر بزاف، هم كاينين بزاف صحابي اللي يتناولوه ومرضوا بزاف. تحقيق مصالح الامن بعد اجراء التحاليل المخبريه على هذه الماده بالمخبر العلمي للشرطه بشاطناف بالعاصمه كشف ان هذا المسحوق يحتوي على مركب من ماده مصنفه صيدلانيا من بين الكحوليات، والتي تستخدم كمؤثر عقلي ليتم بعدها اخطار وزارتي